بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة. بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة. ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب أمنياته لسمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والرقي، مؤكدا سموه في برقيته على متانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما وصلت إليه هذه العلاقات من تطور وازدهار في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، مهنئا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. عبر سموه فيها عن صادق تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للدولة الشقيقة، متمنيا سمو ولي العهد لسمو أمير دولة الكويت دوام الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق كل التقدم والتطور، منوها سموه بما تشهده العلاقات البحرينية الكويتية من تقدم وازدهار على كافة المستويات. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيتي تهنئة إلى كل من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، مهنئا سموه فيهما بهذه المناسبة الوطنية.